ونرحب ايضا مع حضراتكم بمراسل اكسترا نيوز برامي محمد من دمياط. رامي، يعني انا برحب بيك ولكن اسمح لي ان اعود اليك في وقت لاحق. اذهب الان الى ابراهيم عزت وكفر الشيخ. ابراهيم، اهلا بك معنا في هذه الساعه، تفضل، ما هي الاحوال في كفر الشيخ؟ لك نانسي، تختلف الصورة ربما بعض الشيء يعني في ساعات الذروة عنها في الساعات الأولى حينما فتحت اللجنة أبوابها. ربما الإقبال يزيد بعض الشيء هنا في لجنة فرعية رقم 199 بمحافظة كفر الشيخ، وكما تعلمي أن هناك إجراءات قضائية وإجراءات تحت إشراف قضائي كامل. سنتعرف بالتأكيد مشاهدينا الكرام حول أهم هذه الإجراءات، ولكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي سيادة المستشار عزت الويلي رئيس لجنة فرعية رقم 199 هنا في الدائرة الأولى في كفر الشيخ. سيادة المستشار، تحياتي لحضرتك، وما هي أبرز الإجراءات الخاصة بفتح اللجان واستلام أوراق الاقتراع بالنسبة لحضراتكم قبل أن تصل إلى المواطن والمشاركة فيها؟ بداية كل سنة وحضراتكم طيبين، كل انتخابات وحضراتكم طيبين، الشعب المصري جميعا. بداية اللجنة بيتم فتحها وبدء الاقتراع، بدء عملية الاقتراع الساعة 9 صباحا. قبلها بيتم التأكد من خلو الصناديق من أي أوراق وغلق الصناديق بأقفال بلاستيكية، 4 أقفال بلاستيكية. ثم بعد ذلك بيتم ختم أوراق الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية، وبتبدأ عملية الاقتراع بمنح الناخب ورقتين، ورقة للانتخاب الفردي، ورقة للانتخاب بالقائمة، وبيتسلم المواطن الورقتين وبينتقل إلى مكان سري للاقتراع، يضلي بصوته بكل حرية، ثم بعد ذلك يأخذ أوراق الاقتراع ويضعها داخل الصندوق المخصص لكل نظام سواء الفردي أو القائمة. نعم، هذا سيادة المستشار عن افتتاح اللجنة أو الساعات الأولى من فتح اللجنة. بنتحدث أيضا ما يزيد عن ساعتين وبضع دقائق عن الساعة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بحلول 3. هل هناك إجراءات لغلق اللجنة مرة أخرى ومن ثم إعادة استئناف استقبال المواطنين مرة أخرى بحلول 4 من مساء اليوم والغد بإذن الله؟ تمام، هو الساعة الراحة اللي حددتها اللجنة العليا للانتخابات من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا. في التوقيت ده بيتم غلق الصناديق الاقتراع، الفتحة الخاصة بصناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وبيثبت رقم هذا القفل البلاستيكي في محضر لجنة محضر إجراءات اللجنة الفرعية طرفنا، وبيتم غلق الحجرة المخصصة لعملية الاقتراع بشكل عام بقفل بلاستيكي آخر بيثبت برضو في محضر لجنة المحضر الخاص بالإجراءات بالنسبة للجنة الفرعية. نعم، أخيرا أختم مع حضرتك حول الإجراءات الاحترازية التي حددتها ودائما تذكر بها الهيئة الوطنية للانتخابات لحضراتكم وبالتأكيد للعاملين والمواطنين أيضا، ما هي أبرز الإجراءات بالإضافة للمساعدات اللي حضراتكم بتقدموها لكبار السن يعني راغبي المشاركة في هذا الاستحقاق؟ بالنسبة للإجراءات الاحترازية المتبعة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، الدولة بشكل عام ممثلة في القيادة السياسية والسيد المحافظ والسيد مدير الأمن، الناس بذلت كل السبل، توفير كل السبل المتعلقة بهذا الأمر. واللجنة العليا للانتخابات تم توفير كمامات، واخد بال حضرتك، لكل المواطنين اللي ممكن يكون جاي وما معهوش الكمامة الخاصة بهذا الأمر، بيتم إعطائه كمامة، واخد بال حضرتك، وتم توفير كافة الإجراءات لضمان عدم تفشي وباء كورونا. احنا بنتمنى لحضراتكم التوفيق باذن الله. انا بشكر حضرتك جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، هذا هو لقاؤنا مع سياده المستشار عزت الويلي رئيس لجنه فرعيه رقم 199. تحدثنا زميلتي نانسي حول الاجراءات القانونيه الخاصه بفتح اللجان في يومها الاول، وكذلك الاجراءات الخاصه بغلق اللجان بحلول 3 كما يعني اعتادت الهيئه الوطنيه للانتخابات، حتى ياخذ الساده المستشارين والعاملين قسطا من الراحه على أن
نعاوده مرة أخرى في استكمال واستئناف هذه العملية بحلول الرابعة من مساء اليوم. إليك نانسي. إبراهيم عزت، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من كفر الشيخ، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. والحقيقة أن الصورة أمامنا على شاشة إكسترا نيوز بتبين وجود مختلف مراسلي إكسترا نيوز في مختلف المحافظات والمناطق.